ماذا نقول عند مرورنا بمقام إبراهيم؟ هل نسلم عليه؟ لا، الله لم يشرع عند مقام إبراهيم إلا الصلاة، صلاة ركعتين بعد الطواف، هذا الذي شرعه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا لما فرغ من الطواف، استلم الحجر الأسود ثم جاء وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم قرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلف المقام. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.